طيب اهم فقرات الترند دايما هو التواصل مع جمهور النادي الاهلي، وكان سؤال حلقه النهارده ايه افضل مباراه للاهلي هذا الموسم بعد حسمه لبطوله الدوري بشكل رسمي، ودي كانت تفاعل او ردود جماهير النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي باحمد الدكراوي، قال ايه؟ قال مباراه الاهلي والاتحاد الدور الاول 4-0، طبعا الاهلي كان عامل مباراه كبيره في التوقيت ده. كريم احمد قال مباراه الاهلي والجيش 3-0، ومباراه الاهلي والاسماعيلي 3-0. احمد مصطفى قال مباراه الاتحاد 4-0، ومحمد بسيطه قال مباراه الاسماعيلي الدور الثاني. طيب كمان مصطفى الحسيني قال الاهلي والجيش الدور الاول، وعمير قال اكيد مباراه الاهلي والاتحاد، الاهلي عمل كل حاجه في الكوره. احمد ابو ناصر بخيت قال الاهلي والمصري 2-0، وحسام علي الاهلي وبيراميدز اللي كانت مباراه الدور الاول انتهت بنتيجه 2-1 للنادي الاهلي. دي كانت بعض تعليقات جمهور الاهلي عن افضل مباراه للفريق هذا الموسم. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات جديده اخرى من نفس البرنامج ان شاء الله. الى اللقاء.